حياكم الله. معانا مشاهدينا، الأسبوع الماضي شاركت الهيئة العامة للمعلومات المدنية في معرض دبي للتكنولوجيا جيتكس 2017، وشاركت فيه طبعا العديد من الجهات الحكومية لدول أجنبية وعربية، بالإضافة لأكثر من 700 شركة في مجال التكنولوجيا. اليوم راح نتكلم عن هذا المعرض، وراح نتكلم عن تفاصيل كويت فايندر مع مساعد العسعوسي مدير عام الهيئة العامة للمعلومات المدنية. مساك الله بالخير. مساك الله بالخير. والله خفت عليك عبالي بتشرق. يعطيك العافية. حياك الله، مشرفنا منورنا اليوم في الكويت. يعني مشاركة جميلة ولها أصداء جدا كبيرة، خصوصا عبر مواقع التواصل الاجتماعي. نعم. كلمنا عن مشاركة الهيئة العامة للمعلومات المدنية في هذا المعرض. احنا طبعا شاركنا من عرض عدة جهات حكومية بالتنسيق مع الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات. حلو. والسنة هذه اخترنا تطبيقين فقط، يعني برنامجين أساسيين للدخول فيهم. العام شاركنا بثلاث برامج، السنة هذه برنامجين فقط. حلو. برنامج كويت فايندر وخدماته ومشتقاته ومتعلقات البنية التحتية فيه، كجي اي اس، كأنظمة خرائط جغرافية، والبرنامج الإحصائي اللي راح نطلقها قريبا على أجهزة الآيفون والأندرويد. هو المعرض جي تيكس ولا جاي تيكس؟ جاي تيكس. بمعنى شنو جاي؟ والله سؤال حلو. هو يعني ما هو تيكس تكنولوجي بس الجاي هذا يمكن جاينت يعني كذا، بس للأمانة ما بس هو يعني من الثمانينات يعني يقام بدبي. اي بدبي من زمان يعني جداً. ومر يعني بفترات يعني صعود ونزول. أيه. بس الان ما شاء الله يعني قاعد ياخذ موقعه يعني. طيب استاذ مساعد، خلينا نتكلم عن كويت فايندر، لان هذا اخذ منكم فتره طويله بالتحضير له وايضا ترتيبه، والشباب اللي اشتغلوا معاكم ما شاء الله يعني كلهم من العقول الكويتيه والمجهود الكويتي لشباب الكويت. فنبي نعرف شنو راح يفيدنا احنا هذا الاب او هذا الابلكيشن. نعم. برنامج كويت فايندر انطلق في 2013 اول نسخه منه، وكان عبارة عن أول برنامج لدولة الكويت يغطي جميع مناطقها، مواقعها، مزارعها، شاليهاتها، قسائمها الصناعية والزراعية وغيرها. كل مرافق الدولة موجودة عليه، وكل مرفق وكل وحدة سكنية داخل عمارة كانت أو منزل لها رقم آلي للعنوان. فبالتالي كانت طريقة جدا يعني كانت وحيدة في العالم أنك أنت برقم واحد توصل لوحدة أو محل على مستوى الدولة، بالإضافة إلى الاستدلال على الجهات والشركات والمؤسسات وغيرها. فكان عناوين وجهات، فكان يعني جدا قفزة في طريقة الاستدلال. كأن كل مبنى له هويته الخاصة، كنا عنده بطاقته المدنية والوحدة اللي داخل المبنى، الشقة اللي داخل المبنى، المحل اللي داخل المجمع. له رقم آلي للعنوان، فبالتالي أنت تقدر توصل حق جزء من اسم شركة حتى لو كانت بقالة، وتقدر توصل حق أي عنوان حتى لو كان جزء منه. فكانت يعني فعلا كانت يعني أسعفت الكثير من الأفراد والجهات الحكومية، فصار الكل يستخدمه، وزارة العدل، التأمينات، المطافي، الأسعاف، الدنيا كلها دولة الكويت قاعد تستخدمه، وصل مستخدمينا إلى 600,000 مستخدم. بناء عليها صارت طلبات إنه ليش ما تسوونه باللغة الإنجليزية وتحدثونه وكذا، ونبي ملاحة صوتية. فنزلنا كويت فايندر 2. هو حتى في صوت. بالضبط. فالتحديث الثاني صار فيه ملاحة صوتية، لغة إنجليزية، بإضافة إلى الصور الأقمار الصناعية. يعني ما أحتاج الجي بي إس إذا أبداً. هذا البرنامج عندي وهو يمشيني ويدليني بالصوت. حلو. يوصلك أي عنوان أنت تبي داخل الكويت. أستاذ مساعد، بس عفوا الحين في شغلة جديدة أضفتوها اللي هو التصوير على الدقة وعلى مساحة بالضبط. كبيرة. أيه. تكلمنا عن هذا اللي قاعد تشوفونه الآن. هو طبعا احنا قمنا بمسح دولة الكويت بالكامل بتقنية اللايدر، جميع الطرق الرئيسية والفرعية، حدود الكويت من أولها لآخرها تم تصويرها بتقنية اللايدر مثل ما قلت. وهذه الصور مكنتنا باستخدام برامج خاصة لمعالجة هذا التصوير.
بمعنى يعني شنو تعالج التصوير الآن أنت صورت صار عندك الصور التصوير الخام والمسح الخام باستخدام الليزر وتصوير عالي الدقة. الآن تستخدم برامج خاصة تستخرج أو تستخرج حق صور بالضبط تحوله إلى ستريت فيو مثل ما قاعد تشوفونه هذا يعطيك شارع كامل مغطى بالضبط. فأنت عندك نظرة 360 درجة لأي نقطة داخل الكويت تضغط على الخريطة تعطيك رؤية 360 درجة وتقدر تتحرك بجميع الاتجاهات تمشي وترجع. فبالتالي أنت تقدر توصل للعنوان تبيه تتحقق من المبنى هو فعلا هو ولا لا. طبعا الاستفادة ضخمة على مستوى الجهات على مستوى الأفراد على مستوى الإسعاف والجهات الطوارئ المطافي وغيرها المتعاملين بالعقار وحيات النجدة والأمور هذه كلها راح تسهل وايد عليهم. بالضبط. حلو أستاذ مساعد، يعني الحين آلية المسح اللي سويتوا فيها شارع شارع بالكويت لفت ما خلينا من الحدود إلى الحدود ما خلينا سكة ولا شارع عفوا الجزر الكويتية لا شفت شلون سقطت سهوا الظاهر كل ما تصله السيارة زين موجود بدون قارب فيعني هذه مسحناها الحمد لله. والآن الكويت تملك قاعدة بيانات ضخمة في جايتكس يعني طلعنا باكورة هذا العمل إن إحنا بدينا نطلع ستريت فيو كتجربة وإن شاء الله في الأشهر القادمة راح تشوفون تباعاً راح ننزل يعني المحافظات أو يمكن ننزلها بالكامل حسب يعني الكويت هي الدولة الوحيدة اللي بالعالم تم مسحها بالكامل من خلال هذا الموقع. المسح على مستوى الدولة هي دولة الكويت الوحيدة. المسح هذا باستخدام اللايدر تم على تقريباً لا يزيد عن 15 مدينة على مستوى العالم حسب معلوماتنا. زين. بس على مستوى دولة الكويت هي الوحيدة اللي تم. هني قاعد تشوفون السيارات. السيارات هذه هذا شباب كويتيين. شوفوا هذا النواصيب فهنا هذه تشبد فشباب كويتيين هم اللي ساقوا السيارات هذه خذوا شهادات وتعلموا هذول الشباب هذول هم اللي لفوا الكويت كلهم كل هذول شباب نفتخر فيهم نعتز فيهم نشكرهم على جهودهم. شنو كانت مهمتهم شنو كان شغلهم يعني ياخذون السياره شي يسوون السياره يسوقونها سيارة عليها اجهزه تعلموا شلون يتعاملون مع هذه الاجهزه شلون لو كان في خطأ شلون يعيد القراءة مرة ثانية وبعدين هذه البيانات كلها ترجع إلى المصدر الرئيسي وتبتدي يعني كم المدة كلفتهم ما شاء الله شوف مو العدد توقعت العدد كبير صراحة لكن أشوف خمسة ستة كذا أربع سيارات غطت دولة الكويت بالكامل خلال 4 إلى 5 شهور ما شاء الله جميل جدا. طيب إحنا نشوف على جوجل ماب لما نحط إحنا نبي نسوي الحين شوية مقارنة إذا حطينا اسم مثلا خل نفرض محل معين المحل هذا ممكن يعطيني صورته ويعطيني الشارع اللي يمه بالضبط. هني شنو يفرق هذا الأوبشن عن كويت فايندر؟ هو أنت تشوفين إن في جوجل إذا طلع لك صورة ريال تقدرين تسوي الحركة هذه إذا طلع في جوجل في طلعت صورة رجل واقف آيكون هذا آيكون هذا تضغطين عليه لأنه يقول لك متاح التصوير في هذا المكان فتأخذين تسوي له دروب وتسوين 360 فيو بهالمكان هذا بس مو كل نقطة في هذا الأمر احنا الآن بالطريقة هذه الكويت كلها مغطى كلها راح نتمكن ان احنا نضغط على الدقمة هذه او على على على, على الرابط هذا ونشوف الصورة بالكامل. لاحظت محمد بعد تو لما شفنا اللقطات كانت البيوت ظاهرة بس أرقام السيارات مخفية. هذه شلون سويتوها؟ هذه يعني هذه هم تقنية على أساس هذه خصوصية. أكيد. لأن إحنا راح نمر على يعني جميع الأماكن قصدك جميع الطرق فبالتالي هذه خصوصية الأرقام تطلع بلرد يعني تطلع يعني. مو مبينة. يعني. حلو شيء حلو. هذا شيء شاركتوا فيه في مؤتمر جايتكس. في معرض جايتكس. في شيء ثاني الإحصاء بعد. هو إذا سمحت لي يعني أقول مستخرج آخر لمعالجة هذه التصوير هذا هو ليس فقط الستريت فيو. في جميع البيانات المتعلقة بالمرفقات الموجودة في الشارع من خطوط أرضية، من علامات مرورية، من إشارات مرورية، مطبات. عمدة الإنارة، حواف الرصيف اللي هو يسمونها edge of pavement. كل تفاصيل الطريق. بالضبط. حواف الرصيف هذه مهمة حق أجهزة اللي هي الخدمات العامة مثل وزارة الأشغال، وزارة الكهرباء اللي هي تحتاج
تحسب مسافة معينة من حافة الطريق عشان تحط هذه. ما شاء الله. إنزين هذا التصوير يعني ثابت بعد سنة نفس الصورة هذه بنفس المقاسات هذه؟ عندنا مشروع أساس أن احنا نبتدي نحدث الخرائط يعني. أبديت. ها حلو. وبالنسبة للمشروع الثاني اللي قدمته في الإحصاء هني قاعد نشوفه الآن. احنا الموقع الإحصائي للهيئة قاعد يستخدمه الكثير على مستوى الدولة من أفراد وجهات ومؤسسات وباحثين وغيره. حصلنا على جائزة مؤسسة الكويت التقدم العلمي، وتشرفنا باستلام الجائزة من حضرة صاحب السمو أمير البلاد، وترشحنا لتمثيل دولة الكويت في اللي هي World Summit Award اللي هي جائزة القمة العالمية التابعة للأمم المتحدة. فالآن تطويرا لهذا الموضوع راح نطلق برنامج عبارة عن آب ينزل على البلاي ستور وعلى الاب ستور، وحقيقه هذا التطبيق راح ينزل قريبا جدا. كان بتعليمات من معالي وزير الدوله لشؤون مجلس وزراء الشيخ محمد العبد الله، نظرا يعني كثر الاستفاده من هذا البرنامج تحويله الى تطبيق يتم الاستفاده منه بشكل سلس وسهل بالأجهزة الذكية إن كانت الآيباد أو الآيفون والأندرويد. يعني متى تقريبا سيرى النور مثلا؟ والله قريبا جدا، يعني أنا أتكلم خلال أسبوع 10 أيام. ومن المستفيدين منه؟ عفوا، من راح تكون الجهات المستفيدة منه؟ كل فرد يعني يعني يحتاج الإحصاء، وكثيرين يعني عندنا الدارسين في الجامعات، الباحثين إحصائيا، الجهات الحكومية، الدارسين الاجتماعيين. إحنا يعني الهيئة تتلقى مئات الطلبات يعني للأبحاث الإحصائية. فلما أطلقنا موقعنا الإحصائي الحقيقة يعتبر من أفضل المواقع الإحصائية إقليميا، يعني قاعد نشوف لأن عندنا يعني حجم الاستخدام جدا عالي من مختلف الشرائح. جميل، حلو. عمرك وقعتي إلكتروني؟ والله الحين بأوروبا إذا يبون يتأكدون من هويتك لازم يأخذون توقيعك الإلكتروني. هذا راح يتم تفعيله بالكويت ولا ليش سألت السؤال؟ عشان بشوف أستاذ مساعد شي يقول لنا. توقيع إلكتروني بدولة الكويت هو حقيقة توقيع إلكتروني مو شكل التوقيع، هو عبارة عن رمز أنت تحتفظ فيه لا يعلم غيرك، يكون موجود داخل الشريحة الإلكترونية الموجودة بالبطاقة الذكية. هذا الموضوع البطاقة الذكية اللي هي الهوية المدنية الذكية. فبالتالي هذا الموضوع احنا اطلقناه، قاعد تستفيد منه جهات كثيرة منها وزارة العدل، قاعد تستخدمونه جمعية المحامين في ادراج صحف الدعاوي، قاعد تستخدمه التنميات الاجتماعية حق مراجعينها لاصدار الشهادات، القطاع النفطي، القطاع المصرفي بالكامل بإضافة البنك المركزي. ما اقدر احصي لك يمكن 70 جهه وقعت مع الهيئه ما شاء الله استخدام التوقيع الالكتروني، بنك وربا، بنك الوطني، بيت التمويل وغيرها، بالاضافه الى البورصه، المقاصه، يعني اخاف انسى يعني فوق 70 جهه قاعد تستخدم خدمه توقيع الكتروني المقدمه من وهذه شنو راح تفيدنا فيه؟ يعني مثلا انه ممكن نستخدمها عشان نطلع شهادات لمن يهم الامر، لكن شيء ثاني شنو؟ الآن على سبيل المثال بنك الائتمان، أنا ما ذكرته، بنك الائتمان قاعد يقدم القرض الاجتماعي والعقاري باستخدام توقيع إلكتروني. أنت ممكن من بيتك تحط بطاقتك، تستخدم البين نمبر اللي أنت صدرته من الهيئة اللي هو يسموه توقيع إلكتروني، وتعرف نفسك، تضغط على رابط قرض اجتماعي مثلا. الرابط هذا موصول مع الهيئة، من تضغطه راح يقول لك، تطلع لك بوابة التحقق من الهوية، يقول لك دخل بطاقتك، ادخل البين نمبر، تحققنا من هويتك، نرسل آليا لبنك الائتمان فعلا هو هذا الشخص، استكمل اجراءاته، راح يدخل الرقم المدني له، راح يطلع اسمه مباشره من المعلومات المدنيه. يدخل رقم مدني الزوجه، راح يطلع فعلا انه متزوج ويستكمل اجراءاته، وكذلك البنك العقاري يتاكد من افراد اسرته وغيرها. فهذا على سبيل المثال بنك الائتمان. عندك كذلك الجهات الاخرى. في اقبال من المواطنين على التعريف بتوقيعهم صح القول الالكتروني؟ هو اللي قاعد يصير حسب الجهه، يعني يعني ككيانات معينه، كهيئات حضرتك اعطيتنا اسماء يعني لكيان معين، لكن كافراد احنا شلون نقدر نستفيد منه؟ انت تستفيد منه انك انت، لان هو انت توقيع الكتروني تاخذه مره واحده وتعرف نفسك فيه
آلية لجميع الجهات. راح يكون مدى الحياة ولا لازم تقدر لا تغيره؟ لا طبعا هو تلقائي راح تجددها، بطاقتك انتهت انفقدت وكل كذا. ما تجددت تجدد فيها توقيعك هذا. بس في نسبة معينة للمواطنين اللي ماخذين التوقيع الإلكتروني؟ لأن أنا ما أدري بصراحة، أنا ما أخذ ولا لا ما أدري. لأن أنت يعني لما تصير عندك معاملة مع جهة تقدم خدمة إلكترونية محتاجة توقيع إلكتروني، هني أنت راح تحتاج راح يردوني حق البطاقة المدنية. لا يعني مثلا احنا التأمينات فاتحين عندها فرعين، فهد الأحمد والرئيسي، بنك الائتمان فاتحين عنده فرع، وزارة العدل فتحنا عندهم فرع، حتى جمعية المحامين يعني ما لي عذر. اي بالضبط. فبالتالي يعني هو الهيئة افتحت الهايوي للتوقيع الإلكتروني، عاد الآن الجهات هي تستفيد منها وتطرح أفكارها. احنا هيئنا لهم الموضوع. حلو جميل جدا. عندك أي معلومة مثلا تحب توجهها للناس علشان يعني يستفيدون أكثر إذا كان مثلا الابليكيشن هذا في نسبة من الخطأ ولا ما في 100% صح؟ لا هو يعني ساعات جوجل يخورها شوي. لا ساعات احنا نبي الابلكيشن هذا او البرنامج هذا، هل في نسبه من الخطا؟ ما في شيء، بما ان عمل بشري اذا وارد الخطا، الكمال غير موجود في عمل بشري. عشان كذي جزء من البرنامج انت ترسل لي ملاحظاتك، فمثلا انت رحت حق موقع احنا غلطانين فيه او ما حطيناه، تضغط على رابط تقول ترى انت وخطاكم كذي، او المفروض تحطون كذي او تسوون كذي. احنا عندنا ناس مختصين في الموضوع ياخذون ملاحظاتك ويتواصلون معك. حتى لو رحت على عندنا كويت فايندر حساب في تويتر، حلو، تقدر ترسلنا ملاحظاتك ونتعامل معاك مباشره. حلو يعطيكم العافيه طبعا ومنورنا، ونشكرك على تواجدك ويانا، وتحيه للشباب اللي خصوصا لف شوارع الكويت شارع انا اشكر صورنا. ليس فقط هؤلاء، كذلك الجنود المجهولين اللي بالهيئه، كلهم يكمل بعض، هؤلاء جزء من خليه متكامله، اقدم لهم الشكر والتحيه. يعطيك العافيه. شكرا لك وحياك الله ابو حسين، وشاكرين لكم هالمجهود الجبار، وفعلا يعني قاعدين تسهلون موضوعنا الكويت تتحول لحكومه الكترونيه تسهل على المواطنين والمقيمين، هذه التعاملات المهمه جدا. شكرا شكرا لك وحياك الله.